نروح بعد كده ليه برضو موضوع مهم جدا، وهي اولمبياد طوكيو 2020 اللي بدا بقى زي ما بنقول العد التنازلي عفوا فيها للمؤجل، زي ما احنا عارفين السنه اللي فاتت اتكلمنا كمان على الموضوع ده اكتر من مره، ورحله هنا شعله الاولمبياد بتستمر 122 يوم. بدات مراسم الشعله الاولمبيه في مقر الاولمبياد بمقاطعه جيفو في وسط العاصمه طوكيو، وبدات الشعله بزياره مدينه يابانيه وهي بتعد من المدن القديمه والتاريخيه، وانطلقت من امام مقر الحكومه المحليه. وخليني اقول لحضراتكم ده مقر تاريخي كمان كان بيستخدم قديما في فتره التاريخ الياباني، وتمر الشعله كمان عبر 47 منطقه في كل اليابان. وزي ما قلنا هتستغرق الرحله دي 122 يوم، هتكون النهايه في يوم تحديدا 23 يوليو عند بقى بدء مراسم افتتاح الاولمبياد رسميا. وزي ما احنا عارفين ده يعني حدث رياضي عالمي. بنلاحظ هنا كمان ان دايما في ربط بين الرياضه والترويج للمواقع التاريخيه والسياحيه، وكمان اليابان تحديدا هنا كانت حريصه ان خلال رحله شعله اولمبياد طوكيو ان هي تزور المدن التاريخيه ويعني توري العالم كله ازاي عندها كمان حضاره، وان هي زي ما يتقال يضربوا يعني عصفورين بحجر يروجوا للسياحه وكمان يستضيفوا الحدث الرياضي العالمي. ف بالتالي كانت برضو حاجة كويسة أو فكرة طبعا كويس جداً.